بسم الله الرحمن الرحيم. أكبر نظام حقق الفشل في العالم في تاريخ الممارسة السياسية هو النظام الجزائري. النظام بإعلامه العمومي والخاص. النظام عفوا بحكومته بجميع وزرائه، بوزيره الأول، برئيس المجلس الشعبي الوطني، بنواب المجلس الشعبي الوطني، برئيس مجلس الأمة، بأعضاء مجلس الأمة، بمستشاري السيد عبد المجيد تبون، بالجمعيات التي تشكل في نظر النظام المجتمع المدني، بكل الإغراءات، بأدواته القمعية، بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة التي استخدمها. ينهزم أمام وسائط التواصل الاجتماعي. أول نظام في العالم ينهزم أمام وسائط التواصل الاجتماعي بكل أدواته المالية والسياسية هو النظام الجزائري. عدد الذين صوتوا هو لا يتعدى 23% من الهيئة الناخبة بإقرار النظام، ونحن نعلم بأن هذا الرقم غير صحيح، هو رقم مضخم. إذن بأرقام النظام 77% من الجزائريين قاطعوا صناديق الاستفتاء. قاطعوا صناديق الاستفتاء، والمقاطعة في المفاهيم الدستورية هي تعبير سياسي يختلف عن العزوف. العزوف هو ظاهرة اجتماعية، ولكن المقاطعة هي موقف سياسي. الذين قاطعوا هذا الاستفتاء هم جزائريين لا يؤمنون بخارطة طريق النظام التي سار فيها منذ 12 ديسمبر من السنة الماضية. النظام الآن منهزم إلى السياسيين، لأنه حاول أن يضيف إلى شرعيته الموبوءة في 12 ديسمبر الماضي شرعية أكبر، ولكنه في النهاية خسر. أول نظام في العالم يخسر في ظرف 10 أشهر فقط من وعائه الانتخابي 4 ملايين صوت هو النظام الجزائري. عدد الجزائريين الذين غرر بهم النظام في انتخابات 12 ديسمبر الماضي هو 9 مليون جزائري. عدد الذين بقي النظام يغرر بهم اليوم لم يتعدى 5 مليون جزائري. أول شخص في العالم وسيد عبد المجيد تبون يفقد في 10 أشهر فقط من الذين صوتوا له في انتخابات 12 ديسمبر الماضي 2 مليون صوت، بمعنى 200 ألف صوت كل شهر، بمعنى أكثر من 6000 صوت كل يوم. لم يسبق في تاريخ الممارسة السياسية في كل دول العالم منذ نشأة الديمقراطية أن شخص أو نظام حقق كل هذه الانهزامات. رغم ذلك النظام لازال يعرض الجزائر للخطر. السيد عبد المجيد تبون منذ أكثر من 10 أيام وهو مريض، هو عاجز عن أداء مهامه. المجلس الدستوري لحد اليوم ينتظر الأوامر لكي يجتمع وجوبا وفقا لما توجبه عليه أحكام المادة 102 من الدستور، ولكنه لم يجتمع الآن. بكل أسف، لكي نفهم جيدا أحكام المادة 102 نذهب لقراءة أحكام المادة 94 من مشروع التعديل الدستوري. المادة 94 التي عوضت أحكام المادة 102 من الدستور الحالي تنص على أنه تجتمع المحكمة الدستورية بقوة القانون ودون أجل، بمعنى حالا. بمجرد بلوغ إلى علمها أن رئيس الجمهورية أصيب بمرض جعله عاجزا عن أداء مهامه. المجلس الدستوري إذن لم يجتمع. لماذا تم إقرار هذا التعديل في هذه الجزئية بالذات؟ لأن الجزائر منذ عام 2013 تعيش حالة شغور لمنصب رئيس الجمهورية، ولكن هذا الشغور استمر بتواطؤ من كل مؤسسات الدولة لمدة 6 سنوات كاملة بإقرار النظام 6 سنوات، والجزائر تسيرها قوى غير دستورية. ختم الجمهورية يتم التلاعب به من طرف أشخاص لا صفة لهم يمنحها الدستور ولا قوانين الجمهورية. الآن نحن نعيش نفس التجربة بنفس الظروف تقريبا، ولكن المجلس الدستوري لا زال يرتكب الجرائم في حق الوطن، في حق الشعب، في حق الدستور، في حق التاريخ، في حق الشهداء.
لم يجتمع لحد الآن بكل أسف، رغم أن المخاطر الناجمة عن عدم تفعيل أحكام المادة 102 كبيرة جدا. منذ مرض السيد عبد المجيد تبون، كل الصلاحيات المنصوص عليها في أحكام المادة 91 من الدستور معطلة. كل الصلاحيات المنصوص عليها بالمادة 92 من الدستور معطلة. كل الصلاحيات المنصوص عليها بالمادة 144 من الدستور معطلة. بمدة عفوا 10 أيام، الصلاحيات المنصوص عليها في أحكام المادة 105 من الدستور معطلة. حتى ولو دعت الضرورة لا يمكن للجزائر أن تعلن حالة الطوارئ. حتى ولو كان هنالك خطر محدق يوشك أن يصيب مؤسسات الدولة، يوشك أن يصيب سلامة التراب الوطني، استقلال الجزائر، لا يمكن لأحد أن يقرر الحالة الاستثنائية وفقا لأحكام المادة 107 من الدستور. حتى ولو اندلعت حرب حقيقية في دول الجوار وهي محتملة خاصة في ليبيا ومالي، لا يمكن تقرير التعبئة العامة وفقا لأحكام المادة 108 من الدستور، لأن ذلك يتطلب انعقاد مجلس الوزراء والسيد عبد المجيد تبون غائب. لا يمكن حتى ولو وقع عدوان الآن على الجزائر وفقا للترتيبات التي تنص عليها أحكام ميثاق الأمم المتحدة، لا يمكن لأحد في الجزائر أن يعلن الحرب، رغم أن هذا الاحتمال وارد وقائم وأكثر من ذلك وارد جدا في ظل الظروف الإقليمية التي تعيشها الجزائر. في ظل الأزمة الصحية والاقتصادية ذات الأبعاد الاجتماعية التي تعيشها الجزائر، يظل منصب الرئاسة بكل أسف شاغرا، ولا أحد من مؤسسات الدولة يتحرك لتفعيل أحكام المادة 102 من الدستور. بغض النظر عن القراءة السياسية التي يمكن أن تعطى لهذا الموقف والمتمثلة في أن الذين يقررون عن الشعب الجزائري لم يتوصلوا لحد اليوم لتحقيق التوافق بينهم حول من يمكن أن يخلف السيد عبد المجيد تبون. الآن النظام موجود في ورطة دستورية بعد الاستفتاء. لماذا؟ أحكام المادة 208 من الدستور تنص على أن التعديلات الدستورية لا يمكن أن تصبح سارية المفعول ولا يمكن أن تنشر في الجريدة الرسمية إلا بعد أن يصدرها السيد عبد المجيد تبون، ولكن السيد عبد المجيد تبون غير موجود. هم يعلمون أنهم إذا فعلوا أحكام المادة 102 سيكونون في ورطة تجعل من دخول هذه التعديلات الدستورية حيز النفاذ مستحيلة، لأن أحكام الفقرة الثانية من المادة 104 من الدستور استثنت المادة 208 من التطبيق في الفترتين المحددتين بالمادة 102، بمعنى الفترة المقدرة ب 45 يوم التي تتحدث عفوا عن المانع، والفترة المحددة ب 90 يوم التي تتحدث عن شغور منصب الرئيس. إذن هم الآن في ورطة، في ورطة ينتظرون، لأن الحل الوحيد هو عودة السيد عبد المجيد تبون وقدرته على ممارسة مهامه لكي يصدر التعديلات الدستورية وتنشر في الجريدة الرسمية. بكل أسف هذه هي الحسابات الدستورية للنظام التي عطلت تفعيل أحكام المادة 102 من الدستور. النظام يفكر بمنطق القبيلة، بمنطق الشخص، ولا يعبأ بالمؤسسات. هو يريد أن يقرر الأوضاع الدستورية بعيدا عن الدستور ولكن بالإرادة السياسية، مثل ما عاشت الجزائر في الفترة الممتدة بين 2013 و2019. ربما ينتظرون أن يخرج لنا بطل آخر من كارتون ليقول لنا بأنه هو من له الفضل في تفعيل أحكام المادة 102، رغم أن كل مؤسسات الدولة كانت متواطئة مع الرئيس بوتفليقة طيلة الفترة الممتدة بين 2013 و2019. أعتقد بأن النظام لم يتوصل لحد الآن لقناعة بأن الشعب الجزائري مصر على التغيير، مصر إصرار منقطع النظير، وأن التغيير الآن أصبح حتمية وهي ليس ممكنة، هو ليس احتمال.
التغيير هو حتمية من أجل أن نحافظ على وجود الدولة الجزائرية. أتمنى أن يتخذ كل جزائري وكل جزائرية ما يوجبه عليه الدستور، لأننا ملزمين في النهاية بحماية كيان الدولة الجزائرية. تفعيل أحكام المادة 102. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.